الو، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور سلام. اتفضل. بما انه ترى متاخر والصوت يعني ما جاي يوصل بسرعه، فرجعت ادي السلام مرتين. حضرتك سني ولا حبيبي شيعي؟ حبيبي، انا شيعي احمد المالكي. طب اتفضل يا استاذ احمد. حبيبي انا انصح يعني السنه والشيعه، ليش واحد يسب رموز الثاني واحد ينام من الثاني؟ طيب شنو نستفاد احنا الاثنين؟ شنو نستفاد؟ ما راح نستفاد شيء. يعني هل النصارى واليهود يضحكون علينا؟ والله العظيم وانا محاسين يعني زين، قالوا لي شوفوا احنا جاي نضحك عليكم، انتم تحاربون بيناتكم. يعني سالفه قديمه، سالها الاف السنين. اوكي اعتقد بالامامه، اعتقد بس بالثاني اتركه عوفه، ما لك علاقه بي انت، مو هيك تهيجه عليك يعني. تمام هسه يا سيدي يا حبيبي، انت امس هم تعيب على اهل البيت وتقول، اتصل عليك اخ سعودي يقول لك 12 لاعب وعزهم واحد يبدل الطاوله. باشا يعني انا باشا اشوف هذا الشيء معلش ما يعني له معلش تيجي. عشان بالعكس اقنع الناس. سيدنا بص بيها معلش، المسلمين واحدة 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 واحدة. انت دلوقتي اقنع حبيبي. الناس ان كلامك صحيح بالقرآن الصامت والقرآن الناطق، حلوا لنا الحزورة دي. الناس بتقول عليها حزورة وفي ناس بتقول عليها فزورة، فاقنعونا بيها لو ايه سمحت. تفضلوا. حبيبي، انا مو شيخ ولا رجل دين، والناس اللي يتصلون عليك اغلبيتهم مو متخصصين. المفروض يتصل طب عليك عايزين مثلا احمد شكرا الامامي ليك، وغيره شكرا ليك، مثل ما كده. عايزين متخصصين لو سمحت يا جماعه. المتخصصين حل لنا الحزوره ديت، حلوا لينا الحزوره ديت لو سمحتوا يا متخصصين. اتفضلوا.